التحية في وسط الاحتفال، في وسط الاحتفال بسام بيبارك لحد في التليفون، حد ببارك له انا مش عارف مين. مهند لاشين برضو مكملين معاه احتفالاتنا النهارده. مهند مساء الخير. مساء الخير يا كابتن مصر، مبروك يا مهند. ازيك يا حبيبي؟ ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن. حبيبي يا كابتن، مباراه النهارده صعبه امام النادي الاهلي. اه طبعا طبعا، حضرتك بتلعب يعني انت حضرتك عارف يمكن النادي الاهلي، النادي الاهلي كتير مباراته دايما ما بتكون صعبه، لكن احنا الفتره الاخيره قدرنا نثبت ان احنا في فرقه كبيره وفي المباريات الكبيره موجودين يا كابتن. حضرتك عارف كنا موجودين مع النادي الاهلي في نهائي كاس مصر، وبرضه قدرنا نقف على رجلينا وقدرنا نبقى ند قوي للنادي الاهلي، وصلنا ضربات جزاء لكن ربنا ما اردش. الحمد لله ربنا بيعوضنا وبيعوضها لنا يعني تاني وبيعوض تعبنا الحمد لله. مهند انت مكمل السنه دي مع طلاع الجيش؟ والله يا كابتن، يا كابتن شيف ما اقدرش اقول اه ولا لا، يعني انا الحمد لله ربنا كريم في عروض كويسه. النادي في نادي الجيش يعني طلاع الجيش بيدرس اللي جالي، ونسال ربنا التوفيق يعني ان شاء الله. السكه هل في طريق لبيراميدز ولا اشاعه؟ والله يا كابتن هو العروض موجوده يعني الحمد لله والفضل لله ربنا كريم، لا العروض موجوده، لكن برضو في الاول وفي الاخر اللي هيفيد نادي الجيش واللي هيبقى في مصلحه الفرقه واللي هيبقى العرض الافضل للفريق اكيد النادي هيوافق عليه ان شاء الله، وهيكون يعني ان شاء الله برضو حاجه كويسه ليا في الاول وفي الاخر يعني. اه يعني يعني اعتقد ان هي يعني مش اشاعه زي ما انا قلت بضحك كده بهزار يعني، اصل انا قلت اشاعه على اساس ان انا متاكد انها حقيقه يعني. ما انا كده مش هسلك مع حضرتك. انا كده مش هسلك. بتستعد يعني للرحيل في الطريق؟ والله يا كابتن هو احنا الحمد لله رب العالمين، الموضوع كان صعب ان احنا نلعب النهارده الصبح، ده اللي انا كنت مركز فيه. كنت انا برضه يعني النهارده زي حضرتك كده والله، يعني صاحي من النوم لقيت الدنيا مقلوبه وانت خلصت هنا وهنا وهنا وحاجات كتير قوي بتحصل، فقفلت موبايلي لما خلص الماتش باذن الله كده، والحمد لله ربنا كرمنا. بعد كده بقى ان شاء الله نفضل نشوف الموضوع هتمشي ازاي، ايه اللي هيفيد النادي، ايه المطلوب مني، هنشوف يعني ان شاء الله للفتره الجايه ربنا يقدم الخير. يا رب ربنا يوفقك يا مهند ان شاء الله باذن الله، ويعني واللي جاي يكون خير ليك في اي مكان، والف مبروك.